السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان بخير يعني إن شاء الله نشوف اليوم شي ناخذنا من القريعة تقاضي ديال اليوم صراحة كانت تقاضي لي بعد الزوان هو الأول اللي علاش كنت قريبة غادي نمشي نجيب هو الزوان هادي لا مارك اللي كنت كناخد ديما تقريبا راه هو تالت فيديو كنوري فيه هاد لا مارك هاد لا مارك هادي ديال كندا الزوان ديال كندا شنو خديت عاوتاني خديت واحد شويه ديال شاردو ماري ها هي كما كتشوفوا هنايا شاردو ماري واحد نص كيلو والتخليطه غادي ندير التخليطه اللي غادي ندير ناخذ كما قلت لكم كناخذ 25 كيلو كندير فيه كيلو ديال زريت كتان كما كتشوفوا هنايا كيلو ديال زريت القنب ولا الكيف ولا القرشانه ولا كل واحد شنو كيقول لها هو درت غندير هاد المره ما غنديرش النيجر بزاف انا خدت غير نص كيلو نيجر وخدت نص كيلو ديال واحد ليغان سوفاج رقاق كما كتشوفوا هنايا بغيت نجربهم ونشوفهم ها هما ليغان سوفاج رقاق بزاف الانواع ديال الشوك اللي رقيقه يعني اللي كتاكلها مقنين صراحه جبتها على قبل المقنين هذه ماشي على قبل الكنار مي غادي نخلطين كلشي دونك ياكل فيها كنار ومقنين وهذا الشيء تقريبا هو اللي غادي نخلط مع هذا سميتو مع هذا 25 كيلو ولكن هذه لا هذه غنشتغل طحنها كنعطيها غير بوحدها دابا مع السفير شويه وغتولي يعني تغبر على الطويرات شويه خديت شرابات كبار تقريبا ديال كيدير واحد شحال تقريبا شي 215 نص سيطرة ولا تقريبا نص سيطرة يمكن هادو راه مديرين تقريبا شي 12 درهم نقيين زعما زوينين وخديت هادو حتى هما بالنسبة للمقانن يعني صراحة هاديك القرعة الدخلانية اللي كتكون في القفز صراحة ولات كتوسخ بزاف دونك قلت غادي نجرب ليهم هادو ونصيحة اخوان ملي تشريو بحال هادشي غسلو مزيان عاد استعملو ماشي غاجي وستعمل راه كيشد الغبرة انت كيما كتشوفو راه عامرة غبرة من الداخل انت مغبر مزيان دونك غسلو مزيان جافيل هادشي مسخون هادشي تغسل مزيان عادة نحطو تشد الطويرات ديالنا تقريبا واحدة اخرى يعني كل فوليرة غندير فيها واحدة كبيرة باش نبقى هاني من ناحية الماء مع الماء صراحة دابا في الصيف الماء راه كيتخاد بزاف كيتستهلك بزاف يعني باش الطويرات ديالك حتى هما متعداش عليهم حتى هما دونك هادشي اللي خدنا وخدنا واحد الطويرات جداد شي حاجة بعيدة على المقنين وبعيدة على الكنار غنوريهم لكم هما خدنا دياموند جولد صراحة واحد السيد يعني غا يعني غا يعني غا هاوتا ماشي وما كيكونوا دايرين شوية الثمن على طول العام دابا داخل فاش دخلت السوق عادي نورمال فاش سولت كنت سمعها 650 700 كيغليهم بزاف خرجت عند السيد تقريبا خدتهم هادو بجوج 350 درهم كانوا عنده يعني كونتيتي شويه والسيد جاوني باغي يفك عليه يحيد عليه دونك خدتو ب 350 درهم هذا هو الثمن باش خدتو حاجة واحدة عاوتاني ملي يعني الإخواني ياخدو هاد النوع من الطيور هذا هاد سميتو دياموند أو جولد فيما تجيبوهم أول حاجة عطيوهم الإخوان شي دواء ديال الكوكسيديوس راه كيطيحو بالكوكسيديوس في ساعة حتى هما بحال المقنين كيطيحو في ساعة بالكوكسيديوس راه شحال من واحد يعني ليفاج ديالو كبير وخرجت عليه غير الكوكسيديوس يعني هادو كتشد فيهم في ساعة كتصفي عليهم في ساعة الكوكسيديوس إن فو تجيبهم دير ليهم شي تريتمو ديال الكوكسيديوس أنا جبتهم راه درت ليهم هنايا الدواء ديال الكوكسيديوس شربو فيه مزيان صافي تهنا منهم واحد 3 أيام وديك الساعة راه يعني ديك الساعة فيتامينات المعادي والأمور اللي كتعطى ديك الساعة الماكلة راه عطيتهم عادي راه كياكلو تقريبا كلشي زوان بيروج زوان ديال المقنين التخليطة حاطين التخليطة حاطين الباطي وحاطين الماء عادي نورمال
وعجبني صراحة غير اللون، الالوان ديالهم عجبوني. وتجرب لي الفاج ديالهم حتى هما كيفاش داير ان شاء الله. ما تعرفش النهار ما تلقاوش عندي الكنار نحيد كل شيء نولي ندير لك زوتيك. بقينا الناس مساكنة ما باقين ماسكرين. دونك هذا ما كاين الاخوان. بالنسبه للزوان تقريبا بقى لي غير هاد الشويه لتحت، غادي نحيدو غنحيدو، ما تخليوش بحال دابا ماشي تخويو تخويو جديد جديد فوق القديم. حيدو القديم حطوه في شي حاجه، حطوا الجديد هذا من فوقه، يعني ديروا داك القديم باش يستهلك هذا ما يبقاش يتحيد عاد يولي يعني يستهلك الجديد اللي تحته. بالنسبه لهاد الزريعه صراحه هادي ديال الشوك ما عمرني شفتها حتى اليوم، نتسنى واحد الحله نوري لكم كيفاش دايره. انتم كما كتشوفوا داك الشيء رقيق، يعني زريعات شي انواع ديال النباتات اللي شوكيه، زريعات رقاق يعني. هانتوما باش تشوفو يعني شحال رقاق، هانتوما شوفو زريعة رقيقة يعني تقريبا هدا غادي المقنين صراحة، ياكلها مقنين. المهم انا اصلا غادي نعطيها لكل شي اللي قد عليها راه ياكلها. هانتوما شوفو مزيان هادي الاخوان، كاينة مانيطوبا اللي فيها كيبان فيها النيجر وبيريلا وامور الامور الاخرى، هادي ما فيها لا بيريلا لا نيجر لا والو، فيها غير شوكه بحال شوكه حمر صغيره. المهم شي ام بحال شي زريعه بحال ججلان صراحه، هذاك الشيء بشكل بعد سوفاج ديال بصح. هادو اللي كتشوف فيها بحال الخيوط اللي بحال الريش، هذه يمكن هي هادي شوكه بحال الشاغدون ماغي صغيره، ولا معرفت نوع من شوكه حمر. المهم هادشي اللي كاين الاخوان، هو الاذان جينا معاه نيشان هو باش غادي نختمو ان شاء الله. يا الاخوان معانكم الله.